السلام عليكم طلبة مفاهيم الرياضية. إن شاء الله الآن نتابع دروسنا اللي تركناها من آخر محاضرة خلال من الفصل. الآن أول شيء بدينا بآخر شيء أخذناه باقترانات هامة. أولها كان كثير الحدود، تعرفنا على شو يعني كثير الحدود. للتذكير، كثير الحدود كل اقتران يمكن كتابته بهاي الصورة اللي هي رقم حقيقي A0 A1 A لا AN، أعداد حقيقية، وN عدد صحيح غير سالب. الآن AN عدد حقيقي، في X قوة عدد صحيح غير سالب. الأس أو القوة مش لازم تكون إلا عدد صحيح، إما موجب ممكن صفر، ما بصير تكون سالب، ما بصير تكون كسر أو جذر 2 جذر 3 إلى آخر. عدد حقيقي في X قوة عدد صحيح غير سالب، حتى نوصل أقل شيء لعدد حقيقي في X قوة صفر. الآن هذه الصورة هي كثير الحدود، وحكينا كثير الحدود يكون من الدرجة N إذا كان معامل أعلى قوة لا يساوي صفر. فإذا AN مش صفر يكون درجة أو تكون درجة كثير الحدود هي N. الآن كثير الحدود دائما مجاله R، مجال كثير الحدود باستمرار يساوي الأعداد الحقيقية جميعا R، أو ممكن نكتبها زي ما عرفنا من فترة من minus infinity إلى infinity. الآن اليوم بدنا نركز على بعض كثيرات الحدود اللي بتتكرر معنا بكثرة ومهمة. أولها الاقتران الثابت. إذا ركز على بعض كثير الحدود، بعض كثيرات الحدود، الاقتران الثابت أولها، وهو كثير حدود قاعدته على الصورة f x تساوي c، حيث c عدد حقيقي. لأن بيانه، رسمته البيانية الجراف، عبارة عن خط أفقي يوازي محور x، مجاله دائما r لأنه كثير حدود، المجال r الدومين أو المجال. مدى كثير الحدود الثابت يتكون من عنصر واحد، كانت قاعدته f x تساوي c، فإذا المدى يساوي c. طبعا درجة كثير الحدود الثابت هي صفر، حيث c لا تساوي صفر، إذا كانت صفر تكون الدرجة غير محددة. الآن نيجي لاقتران، نرسمه، أرسم الاقتران f x يساوي 2. الآن رسمته لو عملنا المستوى الديكارتي، نرسم خط أفقي يمر باثنين، فهي رسمة كثير الحدود. أي عدد صورته اثنين، الواحد صورتها اثنين، الواحد والنص صورته اثنين، أي نقطة على محور X صورتها اثنين، جميع العناصر ترتبط باثنين، فإذا يوجد صورة واحدة فقط، فإذا المدى يساوي اثنين فقط، والمجال هو كل الأعداد الحقيقية. الآن نيجي لكثير حدود ثاني اللي هو الاقتران الخطي. فإذا كثير الحدود الثاني اللي نركز عليه الآن هو الاقتران الخطي. فالاقتران الخطي هو كثير حدود من الدرجة الأولى، قاعدته على الصورة f x يساوي a x plus b. طبعا شرط a انها ما تكون صفر. ليش a مش لازم تكون صفر؟ لانه لو كانت a صفر صار اقتران ثابت، لان a لا تساوي صفر بصير اقتران خطي. طبعا تعرفنا انه معادلة الخط المستقيم f x كأنها y، y تساوي a x زائد b، فالa تمثل الميل ظل الزاوية التي يصنعها الخط مع الاتجاه الموجب لمحور x، وb تمثل هندسيا المقطع من محور y، يعني وين بقطع محور y، اي اقتران او اي علاقة تقطع محور y لما x صفر، وتقطع محور x لما y بتساوي صفر. إذا قاعدة الاقتران الخطي على صورة ax زائد b.
الآن بيان هذا الاقتران، رسم البيانية، بيانه عبارة عن خط مستقيم مائل، خط مستقيم مائل، ويرسم بتعيين نقطتين عليه. يعني عشان أرسم أي خط مستقيم بحتاج أعرف نقطتين على هذا الخط المستقيم. يعني مثال، أرسم الاقتران f x يساوي ثلاثة ناقص اتنين x، أو سالب اتنين x زائد ثلاثة. يعني ال a تساوي سالب اتنين، وال y وال b تساوي ثلاثة مقارنة بالتعريف. ال a معامل x ناقص اتنين، وال b هي y. لاحظ إذا معامل x سالب، حكينا معادلة الخط المستقيم في درس الخط المستقيم، إذا الميل سالب يكون الاقتران متناقص وزاوية ميله تكون منفرجة. الآن راح نرسم هذا الاقتران. لأن لرسم هذا الاقتران نختار، بدنا نحدد نقطتين عليه. كيف أحدد النقطتين على أي خط؟ بختار أي إكس بدي إياها. مثلا اخترنا إكس يساوي صفر. طبعا أي عدد حقيقي بصير، لأنه مجالنا هون مجال أي كثير حدود هو R، فبإمكاني أختار أي رقم، مش شرط صفر، مش شرط كل الطلاب يختاروا نفس النقطتين. الآن الصفر لو عوضتها ثلاثة ناقص صفر تعطي ثلاثة، لو أخذت الواحد صورتها ثلاثة ناقص اثنين تعطينا واحد. الآن صار عندي نقطتين بمر فيهم الخط، أي نقطتين مش شرط نفس النقطتين. الآن بنوصل بين هاي النقطتين بخط مستقيم. إذا النقطة الأولى هي صفر ثلاثة، هون صفر ثلاثة، والنقطة الثانية تساوي أو هي النقطة واحد واحد. الآن بنوصل بين هاتين النقطتين بخط مستقيم. الآن إذا هاي رسمة اقتراننا، بنوصل بين النقطتين اللي حددناهم بخط مستقيم. فهذا هو منحنى f x يساوي 3 ناقص 2 x. الآن لو بدنا نعرف المجال، أي نقطة على x ارفع عندها قيم عليها عمود، مثلا عند الثلاثة نقيم عمود يقطع الخط، إذا الثلاثة في الدومين في المجال. أي نقطة على ال x هي في الدومين، اللي على الواي كمان أي نقطة على الواي هي في الرينج. فإذا الدومين لهذا الاقتران هو كل R، والرينج كل R. فإذا أي اقتران خطي، مجال أي اقتران خطي لأنه كثير حدود طبعا يساوي R، مدى الاقتران الخطي أي اقتران خطي أيضا بيساوي R. فالمجال والمدى هو R. الآن كثير حدود آخر ثلاث، كثير حدود آخر اللي هو الاقتران التربيعي. الاقتران التربيعي عبارة عن كثير حدود من الدرجة الثانية. إذا الكثير الحدود هون من الدرجة الثانية. الاقتران التربيعي هو عبارة عن كثير حدود من الدرجة الثانية. الآن بيانه، قبل بيانه قاعدته على الصورة f x يساوي ax squared زائد bx زائد c. طبعا شرط a لا تساوي صفر. شو السبب؟ لانه لو كانت a صفر بصير اما خطي او ثابت حسب قيمة ال b. الان اذا هذا هو الاقتران، بيانه
رسمت البيانية. بيان عبارة عن قطع مكافئ، قطع مكافئ بارابولا الإنجليزي بارابولا، اللي هو قطع مكافئ بيجي زي حرف اليو، إما لأعلى مفتوح أو مفتوح لأسفل. الآن متى يكون مفتوح لأعلى؟ إذا كانت A أكبر من صفر، معامل X تربيع موجب، يكون مفتوح لأعلى. وإذا A أقل من الصفر يكون مفتوح للأسفل. إذا A أكبر من الصفر يكون مفتوح للأعلى، وإذا A أقل من الصفر للأسفل. طبعا يمتد بالشكل هذا إلى ما لا نهاية، وبالشكل هذا لتحت. الآن النقطة اللي هي قمة أو قاع لتحت أو اللي فوق، هاي القمة اللي باللون الأحمر تسمى رأس، رأس القطع المكافئ، رأس القطع المكافئ اللي هي هذه النقطة. الآن رأس القطع المكافئ بإمكاننا نجيبه بقاعدة، هو ناقص ب على 2a مع صورة f الناقص ب على 2a. إذا نقطة الرأس، إحداثيات الرأس بوجودها توجد بالقاعدة ناقص ب على 2a الإحداثي x، وصورة هذا العدد في الاقتران التربيعي، فإذا بتحدد الرأس. شباب الآن الاقتران كثير الحدود من الدرجة الثانية اللي هو التربيعي، حكينا إن رسمته البيانية عبارة عن قطع مكافئ زي حرف اليو، إما مفتوح لأعلى أو مفتوح لأسفل. مفتوح لأعلى إذا كانت الـ A معامل X تربيع أكبر من صفر، ويكون مفتوح لأسفل إذا الـ A كانت أقل من صفر. النقطة اللي هي السفلى أو الصغرى هي نقطة الرأس، إحداثيات الرأس ناقص ب على 2a وصورتها f ناقص ب على 2a. الآن نفس الشيء إذا كان مفتوح لأسفل، الرأس نفس الإحداثيات ناقص ب، القانون نفسه ناقص ب على 2a و f ناقص ب على 2a. الآن من الرسمة، طبعا المجال هو R، من الرسمة ببين معنا إنه المدى الصور تبدأ من f ناقص ب على 2a إلى ما لا نهاية، يعني بيبدأ من عدد إذا مفتوح لأعلى. المدى بيكون من عدد معين، العدد هو f ناقص b على 2a إلى ما لا نهاية. وإذا كان مفتوحا للأسفل بيبدأ من العدد وأسفل، يعني من سالب ما لا نهاية إلى f ناقص b على 2a. هذا الخط اللي هو الخط العمودي اللي بيقسم القطع لقسمين متطابقين هون أو هون يسمى محور التماثل أو محور القطع. محور القطع معادلته في الحالتين x تساوي، معادلة المحور هي x تساوي ناقص b على 2a. هذا المحور معادلته x تساوي ناقص b على 2a. نعرف إنه أي خط عمودي معادلته x تساوي ثابت، x تساوي ثابت. الآن إذا هون في عنا إذا كان مفتوح للأعلى المجال R، المدى من f ناقص b على 2a إلى ما لا نهاية، محور التماثل معادلته x تساوي ناقص b على 2a. وإذا كان مفتوح للأسفل المجال يبقى r، المدى بصير من minus infinity للإحداث y للرأس اللي هي f ناقص b على 2a، معادلة المحور x تساوي ناقص b على 2a. الآن مثال، أرسم الاقتران f الاكس يساوي ناقص 2x تربيع ناقص 4x ناقص 5، محددا على الرسم المقطع من محور y، يعني وين بقطع محور y، ثم اكتب مجاله ومداه. لان اول شيء عشان نرسم القطع المكافئ نقطة مهمة ان نحددها اللي هي الرأس، بعد ما نحدد الاتجاه مفتوح لأعلى او لأسفل. فالان الحل، أول إشي A تساوي ناقص 2 و B تساوي ناقص 4، C تساوي ناقص 5، لأنه الـ A سالبة بتحدد الاتجاه مفتوح لأعلى أو لأسفل. A سالبة إذا القطع اللي معنا مفتوح لأسفل، إذا عند الرأس يوجد قيمة عظمى لأنه مفتوح
للأسفل، فالمدى راح يكون من ناقص ما لا نهاية للإحداثي واي للرأس. لأن كيف بدي أحدد الرأس؟ نوجد ناقص بي على 2a، هذا المقدار ناقص بي على 2a كم يساوي؟ يساوي ناقص 4 ماينس بي على 2 في الاي اللي هي سالب 2. إذا 4 على ناقص 4 تساوي ناقص 1، هذا الإحداثي إكس للرأس. الآن بوجد قيمة إف الناقص بي على 2a اللي هي نفسها إف الماينس 1. إف الماينس 1 بعوض في الاقتران الأصلي، ناقص 2 في ناقص 1 تربيع، ناقص 4 في ناقص 1، ناقص 5. الآن تساوي كم؟ 1 في سالب 2 زائد 4 ناقص 5. إذن الجواب راح يكون 2 ماينس 3، إذن ناقص 3 الإحداثي واي للرأس. إذن الرأس أو الفيرتكس بالإنجليزي هو النقطة ناقص 1 وناقص 3. الآن وين المجال؟ المجال طبعا يساوي R. المدى قبل الرسم حتى بإمكاني أحدده، ومن الرسم طبعا المدى يكون الرينج يكون من سالب ما لا نهاية إلى عدد، لأنه مفتوح لأسفل، من سالب ما لا نهاية إلى عدد. شو العدد؟ اللي هو الإحداثي واي للرأس، يعني لماينس 3، والآن راح نشوفه على الرسم. الآن متى يقطع محور الواي؟ مطلوب منا أن نحدد على الرسم متى يقطع محور الواي، لما إكس تساوي صفر، يعني باخذ إف الصفر المقطع من محور واي هو إف الزيرو بتساوي ناقص 5. يعني دائما كثير الحدود وين بقطع الواي؟ عند الحد الثابت، حد المطلق. الآن نرسم الاقتران. الرأس عندي ماينس 1 ماينس 3، إذا هذا الرأس قمة، لو كان مفتوح لأعلى يكون قاع. الآن وبده يمر بالنقطة 0 ناقص 3، فإذا رسمته راح تكون جزء بهذا الشكل، وبالتماثل راح يكون الجزء الثاني. فإذا هاي رسمة الاقتران اللي معي، F X تساوي ناقص 2 X تربيع ناقص 4 X ناقص 5. لاحظ إنه المدى بيبدأ أكبر قيمة سالب 3 ولتحت، المدى يمثل على الواي. إذا الرينج من ماينس إنفينيتي لماينس 3 الدومين R. الآن محور التماثل اللي هو هذا محور التماثل، معادلته إذا طلبها X تساوي اللي هي ماينس B على 2A، يعني بتسقف X تساوي ماينس 1. يعني محور التماثل لو طلب هذا الخط معادلته X تساوي ماينس 1، يعني X تساوي ناقص B على 2a. سؤال آخر، مثال، أرسم الاقتران F X، اقتران تربيعي F X يساوي X سكوير ماينس 4x plus 3، محددا على الرسم التقاطع مع محوري الإحداثيات. يعني نعرف وين بقطع محور الإكس ومتى يقطع محور الواي. الآن عشان نوجد الرسمة زي ما حكينا نحدد A و B و C. الحل A تساوي كم؟ 1. B تساوي ناقص 4. B معامل X، الـ A معامل X تربيع، C الحد المطلق 3. يقطع محور الواي عند 3. الآن عند 1 موجبة أكبر من 0، يعني القطع مفتوح لأعلى.
الآن نوجد قيمة الرأس ناقص ب على 2a ناقص ب على 2a تساوي ماينس ماينس 4 ناقص ناقص 4 على 2 في 1، يعني 4 على 2 تساوي كم؟ 2. الآن f ل 2 تساوي، عشان نطلع f الناقص ب على 2a، f 2 تساوي 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 3، بنعوض بالاقتران، 4 ناقص 8 زائد 3 ناقص 4 زائد 3 ناقص 1. إذن الرأس هو إحداثياته 2 وناقص 1، هذا الرأس. الآن متى يقطع محور الإكس؟ عشان نعرف متى يقطع محور الإكس نساوي بالصفر، التقاطع مع محور إكس عندما y تساوي صفر أو f x يساوي صفر، يعني x squared minus 4x plus 3. نجد جذور المعادلة التربيعية المرافقة لهذا الاقتران، يعني كأني بحول الاقتران لمعادلة، هاي اسمها معادلة مرافقة للاقتران، x minus 1 تحليلها في x minus 3 equals 0. إذن x تساوي 1 و x تساوي 3. ملاحظة، ممكن أجيب قيمة ناقص ب على 2a إذا عرفت الجذرين أصفار الاقتران أو جذور المعادلة، ممكن أجيب قيمة ناقص ب على 2a بجمع الجذرين على 2، 4 على 2 2، يعني هيك طلعنا ناقص ب على 2a بطريقة أخرى. الآن حددنا الإحداثي x للرأس، يمكننا نعوض ونطلع الباقي زي ما عملنا في الأعلى. الآن يقطع محور الإكس هذا الاقتران عند عددين هما 1 و 3. الآن نرسم، الآن نبدأ بالرسم، نبدأ بتعيين الرأس الفيرتكس اللي هو عند النقطة ناقص 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 هي نقطة الرأس لأنه مفتوح للأعلى، إذن هاي قاع قيمة صغرى بهذا الشكل الاقتران. الآن الاقتران أيضا يقطع محور الإكس زي ما حلينا مرتين، مرة عند الواحد مرة عند الثلاث، عند الواحد عند الثلاث. الآن نرسم اقتراننا الشكل المعروف طبعا، ويقطع الواي عند الإحداثي عند الحد المطلق اللي هو الثلاثة، لو حطينا محل x صفر يطلع ثلاث، يعني إذا يقطع محور y عند الثلاثة. منوصل بالشكل المعروف معنا تقريبا، الرسم راح يكون بهذه الصورة. طبعا الخط اللي بنصف، الخط اللي بنصف يسمى المحور، محور القطع أو محور التماثل، معادلته x تساوي 2. لو طلب المدى، المدى بيبدأ من سالب واحد الرينج إلى ما لا نهاية، معلومة إضافية الرينج يساوي من واحد سالب واحد إلى ما لا نهاية، المدى هذا هو المدى. محور التماثل أو محور القطع x تساوي 2. فإذا لرسم معادلة القطع المكافئ أو رسم الاقتران التربيعي اللي هو عبارة عن قطع مكافئ، إشي مهم نحدد الرأس. ممكن نوجد التقاطع مع محاور الإكس، محور الإكس ومحور الواي، يعني المحاور الإحداثية، وممكن نضيف نقاط قبل وبعد الرأس لتحديد دقة، للوصول لدقة أعلى. فإذا هاي رسمة الاقتران التربيعي. الآن اقتران آخر، بدينا حكينا بكثيرات الحدود وركزنا على بعض منها، الآن نيجي لاقتران آخر يسمى الاقتران النسبي رقم 2. إذن الاقتران النسبي rational function، الاقتران النسبي هو عبارة عن اقتران على صورة f الـ x تساوي h الـ x
على جي اكس، حيث اتش الاكس كثير حدود، البسط كثير حدود، وكذلك المقام كثير حدود. إذا قسمة كثير حدود على كثير حدود تسمى اقتران نسبي، ومجال الاقتران النسبي، ركز فقط على المجال، مجال الاقتران النسبي هو الرينج، دومين F يساوي R except R ما عدا X، حيث GX تساوي صفر. إذن المجال ببساطة هو كل الأعداد الحقيقية يستثنى منها أصفار المقام. مثال: أي الاقترانات التالية نسبيا وإن كان نسبيا؟ حدد مجاله. إذا نحدد مجال الاقتران اللي بيكون نسبي. واحد: f of x equal x plus 1 over x squared minus 4. لأن هذا الاقتران هل هو نسبي أم لا؟ وإذا كان نسبي ما هو مجاله؟ أول شيء عشان نعرف إنه نسبي أو لا، نطلع على البسط، عبارة عن كثير حدود لينير خطي، والمقام كثير حدود، إذا الناتج نسبي. إذا هذا نسبي، نسبي. إذا نعم نسبي. الآن عشان نحدد ما هو الدومين، نوجد أصفار المقام: x تربيع ناقص 4 تساوي 0، معادلة تربيعية تعلمنا كيف نحلها، بيطلع حلها بلس ماينس 2. إذا مجال هذا الاقتران الدومين بساوي R باستثناء العددين ناقص 2 و2. ممكن نكتبه بطريقة ثانية: كل R ما عدا عددين، يعني من ماينس إنفينيتي لأقل من ناقص 2، يعني open interval union minus 2 union 2 infinity. مثال ثاني: 2 f x يساوي جذر x على x تربيع ناقص 4. هل هذا اقتران نسبي؟ هذا ليس نسبيا، لأنه السبب معروف. ليش؟ لأن الجذر يعني x قوة نص، وهذا يعني ليس كثير حدود، وبالتالي ليس نسبي. ثالث: f x يساوي x تربيع زائد x ناقص 2 على x تربيع زائد 4. هل هذا اقتران نسبي؟ نعم إنه نسبي. الآن هذا الاقتران نسبي. حتى نحدد مجاله بدنا نوجد أصفار المقام. إن وجدت x تربيع زائد 4 تساوي 0، تعلمنا إنه هاي ليس لها جذور حقيقية، يعني ليس لها حل أعداد حقيقية. فالدومين لهذا الاقتران R ما عدا لا شيء، يعني R، أو ممكن نكتبها فترة من minus infinity إلى infinity. نمبر 4، نتابع المثال: f x بتساوي مثلا x plus 3 over 2x squared minus 5x. هل هذا نسبي؟ نعم نسبي، كثير حدود على كثير حدود، إذا نسبي. الآن بما أنه نسبي بدنا نوجد المجال. عشان أوجد المجال بحكي 2x تربيع ناقص 5x تساوي 0، x عامل مشترك، 2x ناقص 5 تساوي 0، فإما x تساوي 0 أو 2x ناقص 5 تساوي 0. من هاي x بتطلع 5 على 2 أو 2.5.
إذا دومين F مجال F المجال بيساوي R ما عدا 0 و 5 2. لاحظ 0 و 5 2 مجموعة فيها عنصرين ليست فترة، R ما عدا 0 و 5 2. الآن نيجي لاقتران آخر رقم 3، اقتران الجذر. اقتران الجذر نأخذ F X، نركز على الدومين للجذر. F X يساوي ال nth root ل جي X، الجذر N ل جي X. N ممكن تكون 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية. الآن مجال هذا الاقتران الدومين ل F يساوي حالتين، بيساوي نفس دومين جي إذا كان N عدد فردي 3 5 7 9 إلى آخره، ويكون X حيث جي X أكبر من أو تساوي 0 إذا N كانت زوجية 2 4 6 8 إلى آخره. لاحظ لما يكون عندي جذر زوجي، جذر السالب 4 هذه not real، عشان هيك لازم يكون جوا الجذر الزوجي كمية موجبة اللي جوا هو جي اكس. قيمة جي اكس لازم تكون اكبر او تساوي 0 اذا كان الجذر زوجي 2. طبعا اذا كان 2 ما بالكتب الرقم، فاذا عندي جذر زوجي ممنوع يكون داخل الجذر عدد سالب 0 او موجب مقبول. لان لو اخذنا الجذر التكعيبي للسالب 8 معرف بعطينا 2 ناقص 2 معرف في الأعداد الحقيقية، إذا قيمته عدد حقيقي هو سالب 2. الآن خلينا نشوف مثال كيف نوجد الدومين. مثال أوجد مجال كل اقتران فيما يلي. 1 f of x equal الجذر التكعيبي ل x ناقص 2. هذا الاقتران جذر فردي، بما انه جذر فردي لازم يكون اللي داخله اي عدد حقيقي مقبول. فاذا كان فردي زي ما حطينا بالقاعدة الدومين بيكون نفس الدومين للي جوا، يعني اطلع الاقتران اللي داخل الجذر شو نوعه اللي جوا الجذر، بدون انسى الجذر. جوا الجذر عندي بولينوميال الدومين له R، اذا الدومين بوجود الجذر الفردي لا يتأثر الدومين، اذا دومين F راح يكون نفس R. 2 لو اخذنا F ال X يساوي الجذر التربيعي ل X ناقص 2، جذر زوجي هون 2 جذر زوجي X ناقص 2. فإذا كان زوجي الجذر كان زوجي لازم يكون ما داخل الجذر أكبر أو يساوي 0. بنكتب متباينة وبنحل هاي المتباينة، حلها هو الدومين. حل المتباينة بتصير X أكبر أو تساوي 2، إذا دومين F يساوي الفترة من 2 إلى الإنفينيتي. فرع ثالث F ال X يساوي الجذر الخامس لأربعة ناقص x تربيع، 4 ناقص x تربيع. ما هو المجال لهذا الاقتران؟ عشان نعرف المجال هذا جذر فردي، إذا مجال الاقتران الجذر إذا كان داخله فردي هو نفس المجال للي جوا. اللي جوا عندي كثير حدود، فإذا الدومين إلو R، كثير الحدود الدومين إلو R، فوجود الجذر الفردي لا يؤثر على الدومين، فدومين F بساوي R. 4 لو حكينا F ال X تساوي الجذر السادس لأربعة ناقص X تربيع، لأن صار عندي جذر زوجي. حتى يكون معرف لازم اللي داخل الجذر 4 ناقص X تربيع تكون أكبر أو تساوي 0. نحصل على متباينة، وتعلمنا كيف نحل المتباينة. حتى أحل هاي المتباينة بحول معادلة بوجد أصفارها X بتساوي زائد ناقص 2. الآن نعمل خط الأعداد،
عندك ناقص 2 و2، هذه هي قيم x، وفي الأعلى نحط تحت الخط قيم x. اتفقنا أنه فوق الخط نحط قيم الشيء اللي بدي أحدد إشارته، 4 ناقص x تربيع. لما x تساوي سالب 2، 4 ناقص x تربيع لو عوضنا بتطلع 0، لو عوضت 2 فيها كمان تعطي 0. الآن الاقتران التربيعي له صفرين، هما سالب 2 و2، زي ما أخذنا قبل قليل. لو بدي أرسم الاقتران بده يمر بهاتين النقطتين، ومعامل x تربيع سالب يعني بده يكون مفتوح لأسفل، بين الجذرين إشارته عكس إشارة معامل x تربيع، لأنه مفتوح لأسفل بين الجذرين فوق محور الـ x الرسمة، وخارج الجذرين تحت. أو ببساطة معامل x تربيع سالب إذا بالوسط عكسها، موجب وخارج الجذر سالب. الآن بدنا 4 ناقص x تربيع تكون أكبر أو تساوي صفر. شو قيم x اللي بتخلي هذا المقدار 4 ناقص x تربيع يكون يا أكبر من صفر أو يساوي صفر؟ ممكن هون هون هون، أما هذه لا، هذه لا. إذا الدومين لهذا الاقتران عبارة عن الفترة المغلقة من سالب 2 ل 2، خارج هاي الفترة ليست ضمن المجال. نمبر 4، نتابع مثالنا. أخذنا 4 5، اف الاكس تساوي الجذر التكعيبي لإكس ناقص 1 على إكس ناقص 6. ما هو مجال هذا الاقتران؟ الجذر بيشمل البسط والمقام. الآن هذا الجذر فردي، واللي جوا الجذر اقتران اسمه نسبي، ومجال الاقتران النسبي كل R ما عدا صفر المقام. صفر المقام واضح إنه 6، فإذا دومين لهذا الفانكشن R ما عدا 6. الآن 6، لو أخذنا نفس السؤال f ال x نحوله جذر زوجي x minus 1 over x minus 6، كيف بدي أحدد الدومين لما يكون جذر زوجي؟ نفس الشيء زي ما حكينا، جذر زوجي لازم يكون ما داخل الجذر أكبر من أو يساوي صفر. إذا حولنا السؤال لحل متباينة. حتى أحل المتباينة طبعا جهة لازم تكون صفر، x ناقص 1 البسط بساويه بالصفر x تساوي 1، x ناقص 6 تساوي صفر، إذا x تساوي 6. الآن بدي أحدد الإشارة، هذه قيم x وهذه قيم x ناقص 1 على x ناقص 6. حدد الإشارة عشان نطلع الحل. طبعا الصفرين اللي أوجدناهم 1 و6. عند الواحد شو بتكون قيمة هذا الكسر؟ 1 ناقص 1 على 1 ناقص 6، 0 على سالب 5 يعني 0. لما x تساوي 6، البسط 6 ناقص 1 5، 6 ناقص 6 0، 5 على 0 غير معرف. يعني هون الاقتران غير، أو العلاقة أو الصورة هاي الكسر غير معرف عند الستة، لأنه بصير المقام صفر. الآن كيف بدي أعرف الإشارة في كل منطقة؟ بنعوض عدد في كل منطقة. لو أخذت الصفر نعوضه محل إكس عشان نعرف إشارة الجزء الأول. عوض صفر، البسط 0 ناقص 1 سالب، 0 ناقص 6 سالب، طبعا عدد سالب على آخر سالب، النتيجة موجب. الآن بين الواحد والستة لو أخذنا مثلا 5، 5 ناقص 1 بعطي عدد موجب، 5 ناقص 6 بعطي عدد سالب، موجب تقسيم عدد سالب، النتيجة سالب. الآن لو أخذنا عدد بعد الستة 7، شو بتكون قيمة الكسر؟ 7 ناقص 1 موجب، 7 ناقص 6 موجب، تقسيمهم بضل موجب. الآن شو إحنا بدنا الحل للمتباينة؟ بدنا مقدار هذا الكسر، مقدار الكسر يكون يا صفر يا أكبر، موجب أو صفر. هون موجب، عند الواحد صفر، بين الواحد والستة سالب لا مبنيها، عند ستة غير معرف لا، أكبر من ستة
موجب معرف. إذن الدومين لهذا الاقتران من ناقص ما لا نهاية لواحد. لاحظ عند الواحد معرف، لأنه عند الواحد قيمة الكسر صفر. اتحاد من ستة فترة مفتوحة، من ستة إلى ما لا نهاية، يعني الستة ليست معنا في المجال. السبب لو عوضت الستة هون في الكسر بصير المقام صفر، أي غير معرف. ممكن أكتبها R ما عدا الفترة مفتوحة عند الواحد ومغلقة عند الستة، اللي بعد الما عدا أو الناقص محذوف، يعني الواحد لا تحذفه، الستة تحذفها. Exercise for you number 7. F ال x equal the square root of 1 minus 1 over x. 8. F of x equal the square root of 2 minus root x. إذن في تمرين، F ال x يساوي جذر 1 ناقص 1 على x. الثاني F ال x يساوي جذر 2 ناقص جذر x. الفرع الثاني كيك ملاحظة، في عندي جذرين زوجيين، أول إشي x لازم تكون أكبر أو تساوي صفر، وبعدين هذا المقدار اللي تحت الجذر الكبير كمان لازم يكون أكبر أو يساوي صفر. وبالتوفيق والسلام عليكم.